مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم في القراءة العامة. هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري، ثالث أسبوع ورابع أسبوع إلى آخر الشهر. الفرق الوحيد أني ما راح أحدد بالضبط هل هذا وضع في الوظيفة، هل هذا وضع عائلي مع الشريك. أنت اللي لازم عزيزي تاخذ القراءة وتحدد على أي جانب من حياتك، وممكن على كل الجوانب تنطبق هاي القراءة. بشكل عام قبل ما أدخل في التارو، شنو هي طاقة برج الأسد؟ برج الأسد في أشخاص، أنت الأسد، أنت الملك، أنت ملك وإن كنت بدون مملكة، وإن كنت ما تملك الكثير، أنت دائما تكون ملك على شيء معين أو على شخص معين. هني في أشخاص يحاولون أن يعزلونك. لما أنا كنت قاعدة أترجم الطاقة اللي قدامي، برج الأسد كان دائما يرد على طاقتي ويقول لي أنا ما عندي شيء أساسا يعزلوني منه، ما عندي شيء أساسا أخسره. هني قاعدة تجيني طاقة برج الأسد اللي خسر الكثير سابقا، فيفكر الحين أنه خلاص ما عاد عندي أي شيء أخسره، ما عندي مشكلة أني أخاطر أكثر، أخاطر. أوكي، اللي ما تعرفه أن لديك ما زال الكثير لتخسره، خصوصا على مستوى النفس. إنزين، في أشخاص قاعدين يشوفونك من بعيد، وإن كنت ما تملك مادة أكثر منهم أو سعادة أكثر منهم، زواج أنجح منهم، ولكن شوف القليل اللي في يدك، الشيء البسيط اللي في يدك الحين قاعدين يحسدونك عليه ويحاولون يبعدونك عن هذا القليل اللي تملكه. أوكي، وأنت هني في هاي الشهر في رحلة شوي فيها صعوبة رحلتك، لأن في مغريات راح تقدم إليك، في طعم، كذا طعم راح يحاولون يعطونك إياه عشان بتنازل عن شيء مهم انت تملكه، ممكن كرامتك، ممكن وظيفتك، ممكن علاقتك مع ابناء، علاقتك مع اصدقاء، في نوع من اغرائك بطعم، او حتى ممكن يكون رشوة. انت اللي خذ القراءة. وهاي الاشخاص، بنبهك على شغلة برج الاسد، هاي الاشخاص اللي طاقتهم وايد طالعة واضحة في قراءتك، هذين الاشخاص في السابق كانوا لاهين عنك، كانوا مشغولين بناس غير، او يتهم فترة جدا مبتعدين عنك، الحين هم في طاقة رجوع، طاقة الحين تفرغنا إلى برج الأسد، خلنا نرجع له ونشوف شنو قاعد يسوي في حياته، نحسد على اللي موجود في حياته، وأيضا نخليه يخسر اللي موجود. هذا الكرت اللي تكرر في أكثر من قراءة، not for you. هذا الكرت يقول لي بالذات لك أنت، إن في الفترة القادمة العزلة، لا تخوفك، العزلة هي الحل. العزلة، لأن أنت عندك هني كأنما شطرنج، عندك مجموعة يمين ومجموعة يسار، وهني يقول لك نوب، لا، الرفض، رفضك أن أنت تنضم إلى أي خلاف، ممكن في أشخاص مختلفين أو يحاولون حتى يجرونك إلى خلافهم الخاص، يحاولون أن يشتتون انتباهك عن حياتك الخاصة بأن يجرونك إلى خلاف. ممكن يعني مثلا نفرض أن أنت عندك مجموعة أصدقاء أو مجموعة في العمل، أنت هني أشوفك متصالح مع الكل، ولكن في أشخاص راح يحاولون يتقربون منك زيادة عشان أنت تنضم إلى مجموعتهم. هني كأنك أنت سويسرا، أوكي، هني في مجموعة الحلفاء، هني في مجموعة الثانية، وعندنا حرب، كل واحد يبي سويسرا تنضم إلى فريقهم. ممكن يكون هذا السيناريو في العمل، ممكن يكون في محيط الأسرة. ردك إن ما تبارح مكانك، ما تأخذ أي موقف تجاه الخلاف، لأن هني اللي قاعدة أحسه أساساً أنت ما راح تستفيد شيء، ثاني شيء أنت ما يخصك في اللي قاعد يصير. هني كأن ما أحس في صراع العمالقة، صراع على شيء، كل واحد يبي يثبت نفسه أنه هو صح، لا يجرونك إلى هاي الغلط اللي قاعد يصير بينهم. أوكي، لا تنضم لولا أحد في الفترة القادمة، كل الأشخاص ما راح تكون نيتهم بتقريبك أنت صافية، عندهم نية شوي سيئة هاي المجموعات، كذا مجموعة. لأن هني موجود عندنا الهايروفنت، كرت برج الثور المأذون، مع سبع الخماسيات. هني ممكن حتى يستعملونك عشان، أو يحاولون مثلا إذا أنت صديق مع كذا شخص، بتشوف اثنين منهم مثلا في الفترة القادمة يحاولون يتقربون منك زيادة، يخلونك تغير رايك، تغير احترامك لصديق ثالث عندكم، او تنقلب، يحاولون يخلونك تنقلب او تاخذ موقف من شخص.
انت هنا كأنما مو متأكد، قاعد تقولي يا برج الأسد هذا الشخص ما أذاني من قبل، ما شفت منه أي شيء سيء، نعم كانت لي معاه اختلافات ولكن ما أذاني. هذين الأشخاص رح يأذونك بشكل شخصي إذا وثقت فيهم. هنا كأنما الطاقة تقول لك لا تعطيهم الثقة، لا تعطيهم بر الأمان أبدا، ولا تخليهم، لا تسمح لهم أن يأثرون على وجهة نظرك بشخص أو بفكرة معينة. ممكن عندك فكرة مشروع يحاولون يقولون لك لا مشروعك ما راح ينجح، عندك شريك يحاولون يراونك أن شريكك مو زين أو ما راح يعطيك اللي تبيه، عرفت؟ عندهم طاقة التأثير، وإن كانت حتى نفرض أن نواياهم زينة، ولكن أنت تعرف مصلحتك مو أهمة. نروح على طاقة الأسبوع، اللحظة اللي تتكشف لك فيها الأمور وتاخذ موقف، لكن تاخذ موقف مو للانضمام لمجموعة ألف أو مجموعة باء، أن أنت تكون وحيد. ملك الغابة هذا الأسبوع يختار أنه يكون ملك وحيد بدون حاشية، بدون حلفاء، بدون حتى قطيع، لأن كلهم راح تجيك منهم أذية. عندنا ملك الأكواب مع الخماسيين، لما أشوف هني الهاير باور هذا الكارت يتكلم عن القوة العليا اللي احنا نملكها، القوة الداخلية. ولما تطلع خصوصا مع ملك الأكواب ممكن انك تتعامل مع أشخاص برجهم مائي، ولكن لما تطلع مع هذا الشخص أحس ان هاي طاقتك، انت طاقتك راح تزيد، اوكي؟ خصوصا لما تركز، لما تظل ثابت على موقفك في الأسبوع الأول راح تنكشف لك وتصير بسرعة تقدر تعرف نوايا الأشخاص تجاهك. في أشخاص راح يحاولون يتقربون منك، يعرضون عليك شيء، أوكي؟ أنت في على مستوى معين قاعد تقول أنا ما عندي شيء أخسره، أو أهم شنو راح يكسبون عن طريق تقربهم لي. أنت سطحياً ما راح تقدر تفهم هذا الشيء، لأن هاي الأمور تنفهم بالروحانية، بطاقة الحدس، بطاقة الإحساس، بطاقة الروح شنو قاعدة تقول لك، مو بطاقة الأشياء المادية، أن مادية ما راح يستفيدون مني أو ما عندهم طريقة يأذوني فيها. لا، ثق بالروحانية خلال، لأن من تسأل نفسك راح يكون أنت اللي عندك الجواب. ويمكن في شخص أيضا، رجل أو امرأة شوي أكبر منك في السن، أوكي، قلبهم عليك في الأسبوع، راح ينصحونك لو أنت حسيت نفسك شوي مش واثق، حسيت نفسك أن هل تصرفك صحيح ولا لا، عندك نوع من التساؤل، ارجع لهذا الشخص الحكيم اللي أنت ثق في وجهة نظره، الشخص اللي انت متأكد انه دائما قلبه معك، واسأله بخصوص الموضوع. راح تشوف انه فعلا هو نفسه يحذرك من هذين النوعية، من هذين الاشخاص، يحذرك من الانضمام لهم. اما انت نفسيا نفسك وبروحك راح تعرف هذا الشيء، اما برجوعك الى شخص اكبر سنا واكثر حكمة منك، اوكي؟ ولكن هني كأنما الطاقة تشجعك خلال الاسبوع الثاني ان طاقة هذا، ترى الخماسيين هي نفسها طاقة التلاعب، طاقة اني انا اظل موجود في نفس المكان، اظل احذك مع الاشخاص بشكل سطحي، ولكن ما اختار. يمكن عندك علاقتين، يمكن عندك خيار الف خيار باء، اظل في الزواج اطلع من الزواج، اظل في العلاقة اطلع من العلاقة، اظل في العمل اطلع من العمل. الطاقة في الاسبوع الثاني تقول لك هذا ليس وقت جيد من اجل ان تاخذ قرار مصيري، خلك في ترى احنا دائما نفكر ان مضطرين نختار اما الف اما باء. شنو قاعدة الطاقة تقول لك في اول اسبوعين؟ في دائما خيار ثالث. الخيار الثالث بالنسبة لك انت ان ما تختار لا الف ولا باء، لا تترك الوظيفة ولا حتى انك تظل فيها طول العمر. في هني اللي يسمونها المساحة الرمادية في الحياة، اللي انا اظل لحد اشعار اخر، انا اظل بدل ما هم يتلاعبون فيني انا اتلاعب فيهم، بدل ما أهما يتحكمون فيني أنا أتحكم فيهم، ولكن بطريقة أني أكون صديق لألف وأيضا صديق لباء. هني كأنما يساعدك أو ينصحك التارو أن أنت أخلق لنفسك مساحة من التلاعب، ولكن التلاعب الصحي، لأن أنت مو تتلاعب فيهم، أنت هني كأنما قاعد تحمي نفسك عن طريق عدم اختيارك لأي مجموعة أو لأي حزب. انزين، تكون بين البين. هذه الطاقة الثانية اسبوع. الطاقة الثالث اسبوع يقول لك A change in the wind. A change in the wind، تغيير في مجرى الرياح.
في سبب التارو قال لك لا تختار لا يمين ولا يسار، مو بس لأن احتمال يأذونك، بقول لك ليش. سبحان الله، هني كأنما أنت لو كنت اخترت أن تنضم، لو اخترت بسرعة أن مثلا إما تترك الوظيفة إما تبقى، لو بسرعة رديت على عرض الزواج، لو بسرعة رديت على عرض الحب، إما أني أوافق إما أني أرفض، الأبيض الموافقة الأسود الرفض، هني كأنما في الأسبوع الثالث راح تكتشف أن مهما اخترت ما كنت تملك المعلومات الكافية، ما راح كانت تتكشف لك الحقائق بهالكثر من انك تظل غير مقرر. الطاقة تقول لك يا اسد لا تقرر، انتظر حتى الاشخاص يراونك لونهم الحقيقي. لان شوف انا ايش قلت لك، ابيض واسود صح؟ الحين على طول راح تفكيري حق هني الحمار الوحشي اللي هو خليط من الابيض والاسود، خليط اوكي. فكأنما يمكن حتى تطلع مجموعة ثالثة، يطلع خيار ثالث أمامك أفضل من خيار ألف أو باء، أو تتكشف لك حتى فعلا حقائق العرض الأول والعرض الثاني، حقائق عن هاي للأشخاص. ينفرز، رح ينفرز الأبيض من الأسود عندك في ثالث أسبوع، هاي اللي أنت تحتاج تنتظر حدوثه قبل ما تقرر. كأنما هني في ثلاثة السيوف أنت تقول إذا بعضكم رح يتسرع ويختار رح يكون عندكم ندم، إذا ما اخترتوا وسمعتوا نصيحة التارو وظليتوا بين البينين، ما عطيتوا رد بخصوص هاي الاختيار، ما عطيتوا رد للمجموعة، رح تقولون الحمد لله الله سلمنا من كيد الكائدين، أو الله ستر إن أنا تخيلوا لو أنا وافقت على هاي الزواج طلعت مصيبة كبيرة بخصوص سمعة هذا الشخص مثلا، تخيلوا لو أنا وافقت على الذهاب والعمل مع هاي الشركة، الشركة ما صار لها شهرين، ما صار لها فترة بسيطة، صار عندها فضيحة كبيرة، أو أعلنت إفلاسها، أو طاحت أسهمها، في كذي إن مصيبة راح أنت تسلم منها بسبب قرارك لعدم، بسبب إن أنت تمسكت بعدم اتخاذ قرار، على قولتهم عدم الرد رد، هذا هي طاقتك. ثلاثة السيوف أنت باختيارك إن إما تصيدك إما ما تصيدك، هاي المرحلة مرحلة الندم. إذا ما تختار وتظل بين البينين ما راح يصيدك الندم، راح تحس إن الله سلمك. هني النجمة كارت برج الدلو، أحس هني نفس الشخص، ممكن يكون حتى برج هوائي مو مائي، ولكن لا تنسى برج الدلو هني عنده دلو ماء في يده، عنده القدرة على كشف، ممكن هذا برج مائي أو هوائي قلت لك، ولكن هذا الشخص عنده قدرة على كشف نوايا الأشخاص. إنزين أحسك هني كأنما راح تخوض في حديث مع هاي الشخص أوكي اللي قلت لك يعطيك النصيحة ويساعدك، إن تخيل من الجيد إن أنت يا برج الأسد ما وافقت على هاي العرض. وأيضا هني أحس إن في عرض ثالث، عرض ثالث، عرض أفضل يأتيك في الطريق، يأتيك بنية صافية تحقيق أمنية، لأن عندنا كرت النجمة أمنية تتحقق لك. يعني مثلا نفرض أن أنت هني سويسرا وصاير حرب بين كذا دولة، راح يكون في نفس الطائر، نفس الخيار الثالث اللي في آخر لحظة في ثالث أسبوع ينتشلك من المعمعة. ولكن شنو الشرط هني؟ الشرط ان انت في اول فتره لحد ما يطلع عندك الخيار الثالث ما تقرر بخصوص هذين الخيارين، لان ما راح يطلع الا لما تنتظر، الا لما انت اصلا ما تختار. فاذا اخترت ان ضيعت على نفسك هاي الفرصه، فرصه رقم ثلاثة راح نسميها هنا، فرصه رقم ثلاثة، الفرصه الافضل، الفرصه اللي انت تستحقها اوكي. ولكن احس فيها نوع من السريه. بتقولي ليش السريه؟ لان هذا كرت برج الدلو، انت الاسد، الكاونتر بارت مالك هو برج الدلو، يعني انت الحزب الحاكم، المعارض هو الدلو، هو الشخص اللي ما بقول لك يصطدم معاك، ولكن هو الشخص اللي قوته تمشي مع قوتك، نفس مستوى القوه. فكانما هني راح ياتيك عرض بسريه اوكي، بهدوء، فيه نوع من طاقه الليل في الظلام، بهدوء بدون ما حد يدري، وانت توقعه وتوافق عليه اوكي وتختاره
بدون ما هذيلين الناس ابدا يحسون فيك او يدرون. تظل متمسك من ناحيتهم ان ما تعطيهم قرار او كلمة نهائية، وبالعكس تمشي في دربك وراح يصادفك عرض افضل. ولكن هني النصيحة خلال الاسبوع الثالث ان انت حافظ على سرية وجود هاي العرض في حياتك. اوكي، الاسبوع الرابع والاخير ذا ترايب. ذا ترايب القبيلة، انضمامك الى مجموعة، الى وضع، الى اشخاص ما بقول لك يساندونك 100%، يساندونك 1,000,000%. هني انت موجود مع اشخاص معارفين قدرك، نبتدي بداية الشهر، اشخاص معارفين قدرك، اشخاص ما يتمنون لك الخير. مع نهاية الشهر اذا مشيت على هاي التسلسل راح تلاقي نفسك بين ناس مو من اهلك، مو دم، ما في بينكم دم، ولكن سبحان الله يخافون عليك اكثر من اهلك. هني نهاية الشهر لحظتك انت تستغرب ان شلون الناس بهالطريقة قلبهم علي بهالشكل، انا كنت بين اهلي او كنت في شركتي القديمة وما خافوا علي هالشكل، او شلون الغريب يحبني اكثر من واحد من دمي. شيء كذي ان راح تنضم الى اشخاص بعيدين عنك دما ولكن اقرب الى قلبك. مع هاي الكارت عندنا من التارو 6 السيوف و8 الاكواب، وايد احس هني طاقة الرحيل. خلاص اخر اسبوع من اكتوبر انت خلاص وقعت عقد او اخذت خيار رقم 3 وتمشي فيه، تمشي فيه بطريقة. هذا ايضا المشي بهدوء، ان احنا مثلا نفرض ان هي وظيفة، اوكي، وانتو بعد طبقوا نفس الشيء اذا كان هو عرض زواج، اوكي، من شخصين مختلفين في بداية الشهر، انت تظل مصر ان ما تاخذ خيار، تظل مصر على طاقة معلقهم ما تعطيهم قرار لحد ما نصل الى نهاية الشهر. شنو راح يصير نهاية الشهر؟ يطلع لك خيار رقم 3، تطلع لك عرض وظيفة رقم 3 افضل واحسن واصفى. اوكي، هني حرصك في نهاية الشهر على ان يتم انتقالك الى هذا البيت الجديد، الى هذه الوظيفة الجديدة، الى هاي العلاقة الجديدة بكل هدوء. القارب في وسط الماي، في وسط المحيط، اوكي، ما يسوي اي نوع من الضوضاء، هدوء. واذا تشوف الاشخاص شنو لابسين، لابسين نوع من الرداء، فيه انتقال. نفسي هني طاقة النجمة، تتبعها طاقة انتقال بدون ما يحسون فيك، لان هني الاشخاص اذا حسوا فيك كأنهم عدوان. في اشخاص هني ما يبونك تحصل على مرادك، ما يبونك تحصل على الشيء اللي انت استحقه نهاية الشهر. فاحرص ان انت تكون مثل المتخفي، عميل سري، كأنك انت قاعد تسوي شيء غلط، بس انت ما قاعد تسوي شيء غلط، بس لازم عشان ما يحسدونك يتدخلون يخربون عليك، محتاج نوع من السرية والرحيل عن مكان ما. احس هني فيها نقلة الى دولة، الى منطقة ثانية، الى سكن حتى جديد. اوكي، راح تضطر تترك شيء عشان تلتقي بهاي العرض الافضل على الجهة الثانية، وهذا عندنا هني كرت القبيلة. عشان تنضم الى اشخاص افضل في رحلة، بالضبط هاي الرسالة، ان في رحلة خلال احتمال نهاية شهر اكتوبر او بداية نوفمبر، رحلة راح تضطر تاخذها بروحك. يعني مثلا لو سافر طيارة راح تضطر تسافر بروحك في الطيارة، او تسافر بروحك مشيا على الاقدام. اوكي، خصوصا ان انت ما راح تخبر الناس بالضبط شنو نيتك للسفر، هذه الطاقة هني، وتسافر وحيدا، اوكي، من اجل ان تلتقي في هذاك المكان بالاشخاص اللي يستحقونك، بالاشخاص اللي يقولونك يا برج الاسد وينك انت من زمان، اللي يقدرونك صح. ولكن في نوع من محتاج ان انت تنتقل وحيدا، تسافر وحيدا، شيء كذي، او تقرر حتى على الاقل وحيدا في نهاية الشهر. راح اسحب لك الحين الطاقة الحيوانية. فاير فلاي هذه يسمونها اليرقة المضيئة، اليراعة المضيئة، الفاير فلاي. عنصرها هوائي، احتمال كبير انك راح تتعامل مع برج هوائي، ولكن البرج الهوائي هو البرج اللي على هاي الجانب، اللي طاقته هني قاعدة تصير، اوكي، اللي قاعد يحاول يسحبك للحياة الافضل.
الفاير فلاي هني كأنما قاعد يحذرك هاي الطاقة ان انت ما ادري ليش سبحان الله كل الاعين راح تكون عليك، اي حركة راح تسويها وان كانت بهدوء راح سبحان الله يحسون بها هاي الاشخاص بدون حتى ما تتواصل معاهم، تشوفهم هم اتصلوا فيك يبون يعرفون اخبارك، كأنهم يحسون او يمكن مسوين لك عمل، مسوين طاقة استبصار بخصوصك عشان بسرعة يهم طاقتك، يحطون عينهم عليك ان انت يحرصون ان انت ما تروح عنهم مكان، اوكي ان ما يصلحون ما يخسرونك لصالح شخص افضل. هاي الحشرة ترى تضيء في الليل، فانت لازم تكون هاي الطاقة تحذرك ان انت تكون حذر زيادة، ساكت زيادة، مو واضح اكثر من العادة، لا تكون واضح اوكي في انتقالك الى هذه المكان الجديد، الى هاي العلاقة الجديدة، الى هاي العرض الجديد، لان تشوف اليرعة مع انها جدا حشرة صغيرة لكن ضوءها بسرعة، لان انت في وسط ظلام، لان انت عندك نوع من التوقف حاليا في حياتك، فاي حركة يحسونها منك هاي الاشخاص راح يحسون تحت راسك شيء وبعدين يحاولون يصطادون اخبارك. لازم تكون حذر زيادة. عزيزي برج الاسد، هذه كانت قراءة